عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم رايح ندير القهوة العشية، رايح ندير البريوش، يعني أسهل بريوش وهو البريوش السائل. رايح نديره لكم افاك لو بيبي دو شوكولا. هاي ليك. واش عندي هنا؟ هنا راني حطيت حبه بيض وبيض حبه بيض، والاخرى راني خليتها هاي ليك باش نحطوها باش ندهنوا بها خبزه البريوش. نتوكلوا على الله. بسم الله. هنا عندي حبه بيض قط وبيض حبه بيض، نضيفوا الحليب. بسم الله. عندي كاس حليب دافي، نضيف كذلك نص كاس تاع السكر، ونضيف كذلك مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز. هاي لك، نضيفها هنا ونخلط هكذا غير بالفوي هكذا. هذا مكان هذا البريوش ساهل وتوجديه يعني، وحتى التكاليف تاعو يعني ماشي ما يكلفش بزاف. كامل عندنا في الدار الحليب، سكر، عندنا البيض، عندنا الفارينة، توجديه في دقيقة ما تعياش كامل. نضيف كذلك الزيت اللي هو نص كاس، نضيف كذلك رشة الملح. عليك، كانوا زمان جداتنا كيجي يديروا حاجة هكذا تاع الملح يقولوا في عين الشيطان. شحال كانت تعجبني كنت صغيرة في عين الشيطان. والله زمان كانت البركة عند جداتنا، حتى كيديروا خبز فطير عندها نكهة، يديروا خفاف، تجي جايزة هكذا قدام دار جيرانك، تشم ريحة الخفاف، تشمي تدخل يعطولك يبعثولك للبيت. والله غير زمان كان يعني كان الزمن الجميل، حتى الواحد ما عندوش جارك ياكل في عيد، ياكل في مواسم، ياكل. ان شاء الله يا ربي هاد الايام تعاود تولي ان شاء الله، ولما لا. نزيد كذلك الان ندير لافاني، هيك لافاني تقريبا نص ملعقه، ونزيد كذلك بشر وقارص. هاوليك بشر وقارص. الان واش ندير؟ الان هنا عندي انا 250 تاع فارينة. هنا دوك نكيلها لكم بالكاس باش تشوفوا 250 شحال. بسم الله. اذا لاحظتوا حنا مازال ما درناش الخميره تاعنا. عندنا هنا كوب تاع فرينه، وهذيك الخميره نحطوها في هذاك الفرينه اللي بقات. نزيد نشوفو 250 شحال من كوب. نخلطو هذا الكوب، هذا اللي درناه نخلطوه. نزيدو الكوب الثاني، نزيدو
نزيدو ونحطو. هذه عندنا تقريبا عندنا ملعقة، اسمع عندنا زوج كيسان وملعقة ماشي معمرة، الشيكولا هادية هذه نديروها نضيفوا لها مغرف تاع الفارينة، لكن الفارينة المغرف ما نعمروهاش. وعلاش نضيفوا لها المغرف؟ باش الشيكولا هذه ما تهبطش. هكذا تقريب مغرف معمر. ناكل واحدة ونحطوها داخل العجين ونخلط. واللي ما عندهاش لي بيبل شوكولا وعندها قطعة تاع الشوكولا تقدر تبرشها، ولا ما ديريش نهائيا. نجيب مول نحطو هاد العجين تاعنا. هاولي كان جبنا المول، دوك نحطو العجين تاعنا. هاكو تشوفو بون صور، نحطو العجين تاعنا هكذا. شوفوا كيفاش راه سائل، انا هذه سموه بريوش السائل. مشيو هكذا بريوش تاع العجينه تاعكم. نجيبو بيض عفوا الصفر تاعنا، درت فيها انا قطرات من الخل. هاوليك ندهنو هكذا البريوش تاعنا ونخلوه يخمر. عاد بشويه برك لانه سائل، حتى تكملوا كامل الخبزه. من بعد نزينوها كي طيب ان شاء الله، زينوها كيما نحبوا اختياري. المول تاعكم دهنوه مليح بالزبده وزيدوا رشوا عليه الفرينه. انا ما رشيتش الفرينه عليه، لكن نتوما ديروا الفرينه رشوه مليح بالفرينه. هكذا دروك بعد ما كملنا نخليوه يخمر، من بعد كي يخمر كي يطلع نطيبو ونرجع لكم. هاي لك البريوش تاعنا السائل، هاولي كيفاش جا. جا ما شاء الله. انا واش عملت من الفوق، عملت لا كونفيتور تاع المشمش وزينتها كيما راكو تشوفوا هكا ببيت شوكولا، درت تاع ليون كولور هايلين بنان روعه، ودرت العادي اللي بالشوكولا وطريين ما شاء الله. هاو كيفاش جا الداخل، سنقطع لكم مورسو. بسم الله. ها كيفاش جات، نزيد لكم هذا المورسو.
الآن نقطع أنايا البريوش ونرملكم في صحن التقديم. هاوليك البريوش تاعنا في طبق التقديم، إن شاء الله يعجبكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. استودعكم الله في أمانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.